أستون مارتن هي شركة عريقة جدا جدا، وطول عمرها بتعمل مجهود جبار علشان تنال إرضاء محبيها وطبعا العملاء بتوعها اللي هم أهم من محبيها. مفيش شك إن عربياتهم مميزة جدا جدا، ولكن للأسف بيحصل نوع من أنواع التنمر على العربيات بتاعتهم من بعض الأشخاص. التنمر ده بقى بيحصل ليه؟ علشان أستون مارتن دايما بيهتموا بحاجتين في المقام الأول: الجمال بيوتي والفخامة اللي هو اللكشري، وطبعا القوة والأداء بقى ده يعني بيهتموا بيه برضه، بس بيجي في, 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 في مرتبة متأخرة، يعني مش بيهتموا بيه قوي زي الجمال والفخامه. بس برضه انا مش عايزكم تفهموني غلط، يعني هم ما زالوا بيعملوا عربيات سريعه سريعه جدا، بس السرعه اللي هي بيجي لها واحد مثلا زي ايه الولا فادي اللي هو اللي معاه 340 اللي حاطط جي بي 4، فيجي يقول لك لاستون مارتن دي يا عم دي كنبه، تعالى بتجيب 100-200 كام، يعني اللي هو الشاب اللي في السكه دي. وتلاقي شباب تانية يقول لك يا عم البورشات اسرع منها، وتلاقي ناس تانية تقول لك يا عم الفراريهات اسرع والاداء احسن. التنمر بيجي من النوعيه دي من الشباب، وعلى راسهم الولا فادي ابو 340 وجي بي 4. لكن اخيرا استون مارتن قرروا يعملوا وقفه ويقفوا ويقولوا لا، لن نتقبل التنمر، ورحمه الحاج استون والحاج مارتن اللي نايمين مرحرحين في تربتهم لنرد عليكم رد بعربيه هايبر افشخ من اي هايبر رحتوه قبل كده. اهو بصوا بقى المنظر ده عشان تعرفوا تتريقوا كويس. الشيء اللي ورايا ده وما ينفعش اقل عليه غير شيء اسمه استون مارتن فالكري، ودي رساله ورد استون مارتن الصريح على الولا فادي ابو جي بي 4 و340، وبيقولوا له يا فادي يا له لو شفناك في الشارع هنشلوحك انت والجي بي 4 عشان تبقى فاهم. قبل ما اخش في تفاصيل العربيه الاستون مارتن فالكري، انا عايز اشكر معرض 7 في الرياض. الحقيقه احنا دلوقتي موجودين في المخزن بتاعهم وبنصور هذه العربيه الحصريه جدا، فمن غيرهم ما كانش هينفع الحقيقه، لان العربيه دي الناس اللي جربوها في العالم اتعدوا على صوابع الايد او اللي صوروها، ويبقى ليهم اكسس كده واقفين معاها في اوضه، فده شيء اشكركم. الشيء بقى ده يا جماعه اسمه ايه؟ دي عربيه اسمها استون مارتن فالكري، ودي اول هايبر كار لشركه استون مارتن تعملها بشكل انتاجي. يعني العربيه دي تم الاعلان عنها سنه 2017 بس اتاخرت، يعني فضلت تتاخر لاسباب انتاجيه، وطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين يعني في اسباب كتيره جدا انتاجيه تخلي العربيه زي دي تتاخر لغايه ما بقت جت وبقت موجوده دلوقتي. المصيبه السوداء والكارثه اللي احنا فيها ايه بقى؟ ان العربيه دي اساسا مش كونسبت، يعني لما تبص على المنظر ده تفتكر ان دي عربيه اختباريه، لكن دي عربيه انت ممكن تروح 6 اكتوبر عادي، يعني تعدي على 6 اكتوبر جنب اركان كده عند المول بتاع اسمه ايه، انا مش عارف اسمه ايه، توكيل استون مارتن عز العرب، ممكن تروح تحط فلوس، بس طبعا مش هينفع لان هم اكيد كلهم اتباعوا وبعدين سعرها غالي. بس ان هي دي عربيه بتتباع من الشركه بهذا المنظر، معموله بقى العربيه دي باعداد قليله جدا جدا، يعني في 150 وحده كوبيه زي اللي واقفه دي، وهيعملوا 85 وحده رودستر سقف كشف، وهيعملوا 40 وحده نسخه البرو برضو زي الايفون برو. ما اعرفش ايه حكايه البرو في العربيات، بس البرو دي بتبقى مجهزه اكتر للتراكات والعنف والعنفوان، يعني ف 150 و85 و40 ده اللي موجود، يعني مش هيعملوا اكتر من كده. زي ما قلت لكم بقى عاده استون مارتن اهتمامهم الاساسي بالجمال والفخامه، طبعا هنا ما حصلش ده، يعني مش معنى كده العربيه مش جميله، ولكن الجمال والفخامه اترموا على جنب الاول مرة في تاريخ الشركة علشان يعملوا حاجة فائقة السرعة، يعني فائقة الأداء. هي دي أكنك راكب عربية فورمولا، يعني دي عربية فورمولا بس للطريق. فزي ما انتم شايفين المنظر جميلة، ولكن الجمال بتاع اللي هو نفق الهواء اللي هو الويند تانل، يعني معمولة علشان الايروداينامكس والحاجات دي. فهنخش دلوقتي في التفاصيل، أنا مش مصدق إني هخش في التفاصيل الحقيقة. الحاجه اللي انا عايز اوريها لكم دلوقتي بقى هي موتور العربيه. عربيه زي دي بالمنظر ده تتوقعوا موتورها عامل ازاي، وبالذات ان هي حجمها صغير، هل موتور صغير هل موتور كبير؟ والمفاجاه والمفارقه ان انا هفتح لكم العربيه دلوقتي واوريكم الموتور، يعني تعالوا معايا. انا المفروض اصلا ما اعملش كده، بس يعني معلش نوريكم برضو. هي في زي زرار صغير اوب بيفتح الباب، بصوا مبدئيا الباب بصوا بيفتح ازاي، بيفتح جالوين كده، كل حاجه كربون، مفيش حاجه مش كربون فايبر. افتح بقى الكبوت من هنا، بصوا الكبوت بيروح فاتح من هنا، الكبوت اهو. بصوا بقى هذا المنظر الغريب ده، الموتور، بصوا ده موتور العربية. طبعا انا مش هعرف اكمل الكلام وانا ماسك كده، فادوني بس ثانية احط البتاع الدراع عشان امسك الكبوت، ثانية واحدة
بصوا بقى الهبل الاسود اللي انتوا شايفينه ده، بصوا ده بصوا المنظر ده، موتور 6500 سي سي في 12 بيطلع كام حصان؟ بيطلع 1000 حصان مبدئيا على اللعبه، العربيه اللعبه الصغيره دي 1000 حصان. سكتوا على كده؟ لا ما سكتوش. العربيه دي فيها نظام هايبريد، يعني فيها موتور كهربا بيطلع تاني هو كمان 160 حصان. والموتور الكهربا والنظام الهايبريد المعمول ده معمول من شركه ريماك. ريماك دي اللي هم دلوقتي من اقوى الناس في موضوع الكهربات الكهربا ده، هم اللي عاملين العربيه الريماك النيفيرا اللي هي اصلا بورش دخلت معاهم شراكه دلوقتي عشان يعملوا لهم حاجات. فالمهم يعني ان اللي بيحصل ايه، ان العربيه دي بنزين وكهربا مع بعض 1160 حصان. الموتور ده بقى بيرف لكام؟ بيرف ل 11000 لفه. يعني مثلا انت اقصى حاجه دلوقتي 9.5 ال 812 كومبيتيشن ال 12 سنه، ده بيرف ل 11000 لفه. فده كده مستوحى من الفورمولا 1، يعني ده كده اكنه موتور سباقات. وهو بقى متوصل بفتيس 7 نقلات سنجل كلتش، والقوه رايحه للدفع الخلفي. يعني العربيه دفع خلفي و7 نقلات سنجل كلتش، بس سنجل كلتش من النوع بتاع السباقات اللي هو سريع، اللي هو ما يضايق يعني ما اعرفش هيبقى ايه وانا مش عارفني، بس اللي هو ايه سريع يعني فتيس غبي. ارقام الاداء بتاعتها ايه بقى؟ يعني بتتسارع من 0 ل 100 في كام العربيه دي؟ بتتسارع من 0 ل 100 في 2.5 ثانية، وبتجيب سرعه قصوى كام بقى العربيه دي؟ 400 كيلو في الساعه. يعني مين اصلا الاهبل اللي ممكن يجيب الرقم ده؟ بس هي بتجيب 400 كيلو في الساعه. فاللي انا عايز اقوله ان انتوا سخنتوهم قوي، يعني تنمركم هو اللي وصلنا للمرحله دي. الموضوع كان هادي وكان تكييف وباور وسنتر والحياه في استون مارتن كانت جميله، سخنتوهم ليه؟ ما هم كانوا ماشيين كويس. طبعا ما يميز هذه السياره العجيبه اللي ورايا دي هو التصميم بتاعها والايروداينامكس. يعني الايروداينامكس هنا عنيفه جدا. العربيه مجهزه بايروداينامكس تخليها تبروديوس او تطلع 2000 كيلو داون فورس على العربيه دي. عارفين يعني 2000 كيلو؟ يعني دي عربيه سباق 2000 كيلو. يعني جي تي 3 ار اس الجديده مثلا اللي احنا بنحكي ونتحاكى بالداون فورس اللي شبه عربيات السباق بيبقى 800 كيلو، دي 2000 كيلو داون فورس. ده حصل ازاي بقى؟ طبعا تفاصيل زي ما انتم شايفين، العربيه دي تحسها عربيه سنجل سيتر اكسبوز. يعني بصوا هنا مبدئيا الاكسدام القداماني ده زي عربيات الفورمولا 1 اللي هو على كذا ستيج. بعد كده عندك بصوا الدنيا، انا طبعا واحد زي مش عارف اشرحها ازاي. عندك انت اكنك بتتفرج على عربيه فورمولا 1 للشارع بالظبط. تتفرج هنا بتبص بتلاقي الانتاج بتاع الموتور فوق، وبعدين لما تيجي في الجنب هنا تلاقي طبعا بصوا المنظر العربيه كل ده مفتوح. يعني انا لو وطيت هنا انا شايف قدام، يعني الدنيا غريبه. وبعدين ما فيهاش مرايات مثلا، العربيه طالع لها البتوع دول كاميرات عشان المرايه هتعمل تيربلنس للهواء. فبس ما فيش مرايه، في بس كاميرا وشاشتين جوه علشان انت تشوف ايه اللي بيحصل وراك. ده لو في حد اصلا انت مهتم انك تشوف وراك، ده كل الناس هتبقى وراك، مش فارق، ما فيش حد هيعديك اصلا في عربيه زي دي. وبعدين لما تيجي بقى ورا هتلاقي ان دبل سبويلر زي بتاع السباقات تو ستيج. ولما تبص مش بقى مش هنتكلم في ديفيوزر، يعني ما ننزل اللي تحت كده احنا كده ما بنتكلمش في ديفيوزر، احنا بنتكلم في نفق. ده نفق مكمل لجوه، فاهمين حاجه؟ يعني كده اهو. والبتاع اللي ورا اللي هي زي بتاعه الفورمولا 1 دي اساسا معموله علشان تشحن بيها الهايبريد سيستم. وطبعا الشكمانات اللي هي طالعه من النص دي برضو اكيد ليها علاقه بالايروداينامكس. وبعدين من ضمن التفاصيل برضو اللي عاملينها علشان يقللوا السنتر اوف جرافيتي، يعني اللي هو مركز الثقل بتاع العربيه ما تبقاش فيها وزن فوق. الكاليبر الوراني اللي في الفرامل معمول يعني تحت، مكانه تحت ليه؟ عشان ما يبقاش فيه وزن فوق. انا اول مره اشوف اصلا البوزيشن ده الكاليبر على فرامل حاطينه تحت. وانت اصلا عايز اقول لك جوه العربيه دي وانت قاعد، انت قاعد نفس قعده السنجل سيتر، يعني انت قاعد نايم على الارض. يعني هحاول اوريها لكم لو عرفت، يعني كشاب بكرش يعني. علشان بقى يسيطروا على وزن العربيه دي، المهندسين في استون مارتن تعاملوا معاها بمبدا كده اسمه ستيل ديليت. انا اول مره اسمع المصطلح ده، بس يبين لك قد ايه العربيه دي اهتموا انها تبقى خفيفه. ستيل ديليت يعني مفيش حاجه جوه او في العربيه دي عامه معموله من الستيل، اي حاجه في العربيه كربون فايبر، لدرجه ان المساحه اللي قدام دي اللي هي في النص دي معموله كربون فايبر. حماله النمر نفسها كربون فايبر، اللي هي النمر. انا مش مصدق العربيه دي ممكن تحط عليها نمر مصري الحقيقه، وهي عريضه كده شبه التلفزيون الليد. حتى الشبك اللي بيبقى على الاكسدام من قدام او الشبكه اللي بيقفلوا بيه ورا شالوه، يعني قال لك احنا مش عايزين شبك اصلا، مش عايزين وزن زياده، كل حاجه اكسبوزد ومفتحه. حتى البادج كمان اللي على كبوت العربيه ستيكر، يعني عشان هم يبقوا عايزين لاغيين تماما فكره الوزن. فكل العوامل اللي عملوها دي خلت العربيه وزنها 1200 كيلو تقريبا او 1200 وحته. وصراحه لو هتكلم معاكم بصراحه هي شكلها يدي اقل من كده. يعني انا لما ابص على العربيه زي دي وحد سالني وزنها كام ممكن اقول له تحت ال1000، بس يمكن عشان فيها موتور 12 سلندر. عاده العربيات دي ما بيتحطش فيها 12 سلندر، بيبقى دايما مواتير صغيره او وتربو او حاجات كده، لكن دي 12 سلندر يمكن الموتور وازن معاهم ما اعرفش، بس في الاخر هي 1200 كيلو. اللي
اللي انا بقى عايز اوريه لكم دلوقتي هي العربيه من جوه. وقبل ما اوريكم من جوه في حاجه فاجئتني الحقيقه بجد، اكتر حاجه فاجئتني في العربيه دي كلها، يعني شوفوا هي كلها مفاجآت بس دي فاجئتنا اكتر واحده. بص بقى الباب بتاع العربيه دي في حاجه ما صدقتهاش العربيه زي دي الصراحه، مش عارف. بصوا انا هفتحه اهو، هو بيتفتح بحاجه كده زرار كاوتش صغير بيفتح كده ماشي. بصوا الباب زي ما قلت لكم هو باب زي ايه جالوينج دور كده كله كربون فايبر، وبصوا المنظر من جوه عامل ازاي، هحاول اخش افرجكم. بس الفكره ان الباب بقى فيه سوفت كلوز، انا مش عارف ازاي يعني عربيه زي دي فيها سوفت كلوز زي الاس كلاس. بصوا لما اجي اقفل الباب ما تحتاجش تزعه، انت حطه كده بص اهو بيقفل سوفت كلوز، انا مش عارف ازاي يعني. الوحيد اللي عمل الحركه دي وابهرني كان واد سوبر سولر، اشترى سوفت كلوز من علي بابا اكسبرس للماستنج بتاعته، وبقيت العربيه الماستنج الوحيده اللي في العالم اللي شفتها فيها سوفت كلوز، لكن دي فيها سوفت كلوز ده غريب قوي. بصوا بقى مبدئيا ده المنظر العام، انت لما تيجي تخش العربيه دي مبدئيا لازم اول حاجه تعملها انك تشيل الدركسيون من مكانه، عشان انت مش هتعرف تركب والدركسيون موجود، هو بيتفك في كويك ريليز زي بتاع السباقات كده، فبتفكه وبعدين تدخل. انا نفسي اخش لكم جوه اجرب قعدتها من جوه الحقيقه، بس ده هيتطلب ان احنا نقلع الكاوتشي، يعني انا لازم اقلع الكاوتشي عشان اشوف عربيه زي دي اخش بالجزمه، والارض متربه سنه، وده حاجه قلقان. انا مش عارف اعمل كده ولا ما اعملش، الراجل هيهزقوني. انا ممكن اخش يعني، انا في ايديا ان انا اخش، بس انا مش هخش الصراحه، لا انا لولا ان الارض متربه. بصوا انا مش عايز اطرب الانتيريور الازرق ده، فانا هشرح لكم من بره عشان انا مش عايز اتهزق. زي ما قلت لكم بقى انا غيرت رايي في ان انا ادخل العربيه دي الصراحه عشان التراب، مش عايز اطربها. بس هي الانتيريور زي ما انتم شايفين هي عربيه، هي اتنين قاعدين يعني ما تنفعش حد مبدئيا وزنه فوق ال 70 كيلو مثلا تقريبا، وطول برضو معين، لان هي اكنك قاعد. بصوا الكراسي دي اصلا فيكست، كراسي الباكتس دي ما بتتحركش، انت اللي بيتحرك هنا الدواسات بتاعه البنزين والفرامل، لكن غير كده ما فيش حاجه بتتحرك. وبتخش طبعا زي ما انت شايف عندك طاره، العداد بتاعك فيها هي عامله زي بالظبط العربيات الفورمولا 1، وبتتفك وبتتركب، والانفوتينمنت هي الشاشه الغلبانه دي، وعندك شاشتين كمان يمين وشمال بتوع المرايات، ان انت تقدر تبص لنفسك في المرايه. يعني انا ممكن اوريكم، انا مش عارف ده انا ظهري يعني، بصوا اهو الشاشه بتعمل ازاي، انا مش عارف انتوا شايفين حاجه ولا لا. وبصوا العتب الكربون فايبر ده لازم يتعمل عليه بروتكشن، لان الدخول والخروج منه هيعمل مشكله، فلازم بروتكشن. والعربيه فيها فتحتين تكييف، نحمدك ونشكر فضلك ان هي فيها فتحتين تكييف، وفيها طبعا ايه فلاشر وهاند بريك الكترونيك وشويه بقى ايه الاشارات على البتاع، كل حاجه على الدركسيون. فهي تعتبر من اغرب العربيات اللي انا عملت عليها فيديو في حياتي، يعني انا مش عارف عربيه زي دي محتاجه تيم مجانين عشان يعملوها. وبعدين بصوا لما حد بيقعد جنب حد، بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، بصوا مفيش الفرق ما بين الكرسي والكرسي كده اهو، كده ده الفرق ما بين الكرسي والكرسي. كان نفسي اخش لكم جوه بس خفت اتحشر انا جوه، فما اعرفش ارجع مصر واطلع بره. بختامنا للكلام عن العربيه الاستون مارتن فالكري، انا حابب اعتذر لاستون مارتن، بقول لهم يعني ما يبقاش زعلكم وحش، يعني الولا فادي بيفك معاكم بكلمتين وبيهزر، ده شويه شباب بيهزر، ده هو زمانه في بال40 او ام جي بي 4 دلوقتي في السخنه رايح جاي بيقيس 100 200، يعني ما مش هنعمل عقلنا بعقل فادي. احنا بنعتذر طبعا لان انتوا وسعتوا الموضوع وكبرت الموضوع كبر. وبعدين السعر، في حاجه في السعر، يعني العربيه دي ثمنها الرسمي طبعا هي زمانها اتباعت، بس ثمنها الرسمي 3 مليون دولار، 3 مليون دولار ده يعني 95 مليون جنيه من غير ضريبه وجمرك، يعني بنتكلم داخلين في 160 او 170 مليون جنيه. فايه استون مارتن، انتوا مش متابعين سعر الصرف، انتوا مفيش اي احساس بالمسؤوليه خالص، بلاش الحاجات دي، الحاجات دي اوفر، لو حد صدره عريض شويه مش عارف يخش يقعد جوه اساسا. فارجوكوا ما تزعلوش من الولا فادي، الولا فادي انا هتكلم انا معاه بشكل شخصي واقول له ما يصحش يا فادي، الحياه مش 100 200، ما تقرفونيش، مش كل حاجه تقول لي 100 200 يا فادي، علشان يعني بص اهو ده اللي بيحصل في الاخر، فبلاش هبل علشان احنا ده عبط كده اللي بيحصل ده.